فإذا رجل مقبل علينا ومعه عكاز اتكئ عليه، فلما أقبل على رسول الله عرفه. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ الشعراوي يروي قصة الجني من أبناء إبليس قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بشيء عجيب. يروي الشيخ الشعراوي قصة الجني من أبناء إبليس قابل النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة، وكان على هيئة رجل عجوز، وأخبره بأشياء عجيبة. قال: إنها مشية جني ونغمته. فقال الرجل العجوز اللي ماشي على العكاز: نعم، أيوة، أنا من الجن. يقول أنس بن مالك: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من جبال مكة، إذ أقبل شيخ متكئ على عكازه، فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه، فقال: إنها مشية جني ونغمته. فقال: أجني أنت؟ قال: نعم. قال: من أي الجن أنت؟ قال: أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا أرى بينك وبين أبيك إبليس إلا اثنين. قال له: بينك وبين أبيك إبليس أبوين اثنين بس؟ ده عمرك إيه ده؟ قال: نعم، لقد أدركت من الزمن أكثره، وبقي من الزمن القليل، ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل، وكنت مع نوح وأسلمت معه، ثم لم أزل معه حتى دعا على قومه فهلكوا، فبكى عليهم وأبكاني معه، ثم لم أزل مع الأنبياء نبيا نبيا حتى كنت مع عيسى بن مريم، فرفعه الله إليه وقال لي: إن لقيت محمدا فاقرئه مني السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام يا هامة. فلما قال أنس هذه المسألة، علم إن الجن لهم أن يتشكلوا بأي شكل. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكن شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.